من القاهرة ينضم إلينا مراسل الغد محمد الحمراوي. أهلا بك محمد، هل لك أن تلخص لنا أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المصري ووزيرة خارجية السودان؟ نعم لينا، بداية نشير إلى البيان الذي صادر منذ دقائق من الرئاسة المصرية، والذي أشار إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي. من خلال هذه المباحثات تم التأكيد من جانب الرئيس المصري على ضرورة تعزيز والعمل على تنسيق وتعزيز التعاون ما بين القاهرة والخرطوم، والتأكيد على استمرار النهج التعاوني ما بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعم خيارات الشعب السوداني والحكومة الانتقالية خلال تلك الفترة. كذلك كان التطرق بطبيعة الحال إلى الموضوع الرئيسي الذي يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي. وخلال هذه المباحثات شدد الرئيس المصري على حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي، وضرورة العمل على انخراط إثيوبيا خلال الفترة المقبلة في هذه المباحثات. كذلك كان هذا الأمر هو الملف والعنوان الرئيسي في المباحثات والمؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية. تم التطرق إلى هذا الملف والتأكيد على مزيد من التنسيق ما بين البلدين، خاصة بعد أن قررت أو أعلنت القاهرة قبولها للمقترح السوداني بتشكيل رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أيضا العمل خلال الفترة المقبلة على مزيد من التنسيق والتشاور من خلال إطلاع الجانب الإفريقي والدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو على ما تم خلال الفترة الماضية والعقبات التي وضعتها السودان في طريق التوصل إلى اتفاق. كذلك أيضا التنسيق من خلال المجموعة العربية المعنية بهذا الأمر والتي تنسق مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وهي مكونة من الأردن وكذلك السعودية وكذلك أيضا العراق في هذه المجموعة التي يعني هي معنية بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالعقبات التي وضعتها إثيوبيا في طريق التوصل إلى هذا الاتفاق. كان هناك اتفاق أيضا ما بين وزيري الخارجية المصري والسودانية على أن ما قامت به إثيوبيا هو في الأساس لأسباب سياسية منعتها عن التواصل إلى اتفاق أو التوقيع على الاتفاق الذي كان قد تم التوقيع عليه من جانب مصر بالأحرف الأولى في واشنطن. وكذلك أيضا التأكيد على أن إثيوبيا لا يمكنها العمل أو الانخراط مرة أخرى في المفاوضات دون أن يكون هناك يعني حسن نوايا من جانب إثيوبيا فيما يتعلق بنيتها للتواصل إلى اتفاق. وأول هذه الخطوات تتعلق بأنها تعلن عدم الملء الثاني دون التواصل إلى اتفاق، خاصة وأن هذا الملء مقرر في شهر يوليو المقبل. وكذلك هناك يعني إشارات للاستعداد لهذه الخطوة، ولذا كان هناك تأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق أولا وقبل هذه المرحلة. نعم لينا. محمد الحمراوي مراسل الغد من القاهرة، شكرا جزيلا لك.